جمعيه اميرجونس كتنظم هاد السنه الدوره 23 للمهرجان الدولي للمسرح التربوي. وهاد المهرجان هاد السنه كي في كما العاده فيه عروض مسرحيه وكذلك مناقشات ديال العروض وكذلك سميناها كنسميوها بالفرنسيه لا سواري انترناسيونال اي ليله دوليه كيشاركوا فيها جميع الدول. هذا العام كيشاركوا معنا جوج دول، الدوله ديال اسبانيا والدوله ديال كندا. مع الاسف تخلفت على هذه الدوره كل من ايطاليا وتركيا وكذلك رومانيا للاسباب اللي كتعرفوها اللي كنعرفوها جميع، هي ان هاد الدول ما صيفطوش الفرق ديالهم لهاد المرض الوباء اللي كاين ديال كورونا فيروس. هاد الدوره هادي او هاد المهرجان بقى محافظ على الروح ديالو، يعني مزاوله المسرح باللغه الفرنسيه لفائده التلاميذ، وكنحاولوا ما امكن ان نرفعوا من المستوى ديال اللغات لدى التلاميذ خصوصا اللغه الفرنسيه. تعرفوا بان المشكل اللي عندنا في التربيه الوطنيه هو المشكل ديال اللغات. كنحاولوا عن طريق المسرح اننا نشجعوا التلاميذ يعني يرفعوا من المستوى ويحسنوا الالقاء ويحسنوا يعني التواصل باللغه الفرنسيه. هذا هو الهدف الاساسي. ثم ان الاطفال كنحاولوا ما امكن ان نرسخوا فيهم قيم ديال المواطنه، قيم ديال الانفتاح، قيم ديال يعني التسامح ب يعني معيه الفرق اللي كيجيو من فرق من اوروبا. كيجيو مجموعه ديال الفرق اللي كيجيو هذا العام. طبعا كاين كما قلت في البدايه يعني تعثر او تخلف ديال مجموعه ديال الفرق اللي ما استطاعوا شيء يلتحقوا بنا في الدوره 23. المسرح يعني المهرجان ديالنا كي دائما كيكتسي داك الطابع يعني التربوي، الطابع العفوي التلقائي. ما فيش بزاف ديال البروتوكول، ما كنحاولوش اننا نعطيو داك الصبغه البروتوكوليه لهذا المسرح، ولكن كنبغيو كذلك نرسخوا المسرح عند التلاميذ داخل المؤسسات. كنعرفوا بان هاد العروض دابا اللي كنشوفوا غادي يكونوا تقريبا حقيقه سؤال في محله. كاين غياب ديال الفرق الافريقيه، هو هذا المهرجان، هو المهرجان ديالنا او الجمعيه ديالنا جمعيه اميرجونس اللي كتنظم هذا المهرجان. جمعيه اللي في البدايه ديال بدايه او نهايه التسعينيات كانت اسميتها السفاره الفرنسيه مع وزاره التربيه الوطنيه داروا واحد الاتفاقيه سموها ان بارتنريا تيماتيك، يعني اتفاقيه موضوعاتيه فيها مشاركه موضوعاتيه، فيها واحد المجموعه ديال لي تيم ديال المواضيع. وحنا اخترنا في هذيك الاتفاقيه اخترنا المسرح، ونزلت هذيك الاتفاقيه للمؤسسات التعليميه. يعني كنا فيما سبق كانت النيابات التعليميه. طبعا هذه الاتفاقيه ما بقاتش كتفعل فعند مجموعه ديال النيابات. حنا في اكادير يعني فعلناها في النيابه ديال اكادير فعلناها، ولكن عن طريق جمعيه اميرجونس. يعني جمعيه اميرجونس هي اللي خدات لو غولي، خدات يعني بقات مستمره في هذه الاتفاقيه، وانخرطنا بل اكثر من ذلك، انخرطنا في واحد الجمعيه دوليه تعنى بالمسرح المدرسي باللغه الفرنسيه، واللي المقر ديالها كاين في بروكسل. وحنا منخرطين في هذيك الجمعيه اللي كتضم تقريبا 30 دوله من ضمنها المغرب. طبعا من ضمنها المغرب عن طريق الجمعيه ديالنا، عن طريق يعني اكادير منخرط في كيكون هناك تبادل ديال الفرق. فكانت واحد الوقت استدعينا الجنوب افريقيا، افريقيا الوسطى، وشدينا واحد الوقت شدينا السنغال، ولكن ما كاينش فرق اللي
يعني نخرطوا في هذا في هذه العمليه، هذا لوغيزو، هذه الشبكه ديال لو تياتر سكولير باللاتيق بالفرنسيه، ما نخرطوش الدول الافريقيه. لذلك حنا كان يصعب علينا اننا لان كانت علاقات ثنائيه بين الفرق وبين الدول. لذلك حنا ماذا بينا حنا، لكن فرق مسرحيه في السنغال ولا في الطوغو ولا في خصوصا الفرق الناطقه بالفرنسيه، حنا ماذا بينا يشاركوا معنا ولا نمشيو عندهم. يعني ما تنساوش بان الفرق ديالنا ديال اكادير كيمشيو يشاركوا في مهرجانات الدوليه، كاين تبادل ديال المشاركات والزيارات في المهرجانات. حنا كنمشيو عندهم وكيجيو عندنا. يلاه واحد الفرقه شاركت فرنسا، باسكال بلاش باسكال شاركوا في فرنسا مهرجان دولي في فرنسا، هما جاوا وغادي يشاركوا معنا في المهرجان ديال اكادير. كذلك حنا كنا غادي نمشيو لكندا، يعني لمريم ثانويه لمريم كان غادي يمشيو لكندا لو 18، كانوا غيمشيو لكندا، مع الاسف ما يعني كاين هذا الشيء ديال كورونا، ما استطعناش نمشيو. دونك كاين هناك تبادل ديال المشاركه في المهرجان. طيب غياب مهرجان وطني للمسرح الفرنسي؟ اكيد كانت هناك في البدايه ديال الاتفاقيه، ديال هذه الاتفاقيه اللي دويت لكم عليها ديال الشراكه المتواطئه، كانت هناك واحد المجموعه ديال النيابات التعليميه اهتموا بهذه الاتفاقيه، وكانت هناك مجموعه من الفرق اللي استطاعوا باش يخلقوا هذه الديناميه، ولكن سرعان ما يعني هذاك النضطر هذاك سميتو الديناميه، وبقات غير اكادير اللي بقى مستمره في هذه الشبكه ديال المسرح.